ذكرت صحيفة فورين بوليسي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسند مهمة إعادة النظر في الاتفاق النووي مع إيران إلى مجموعة من موظفي البيت الأبيض بدلا من وزارة الخارجية. وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب يتجه لاتخاذ إجراءات عقابية ضد طهران بعد انتهاء مهلة 90 يوما التي تنتهي في أكتوبر المقبل من أجل تقييم تنفيذ الاتفاق النووي والتزام طهران به. وبحسب فورين بوليسي فإن ترامب يرى أن وزارة الخارجية فشلت في تبرير الانسحاب من الاتفاق ومحاسبة النظام الإيراني.